ازيكم؟ ما تيجوا تشتروا من عندي تعابين وفران وفرن. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالكيش دعوه بينا. في ايه؟ انا بقول لكم تعالوا اشتروا من عندي، ما بقاش حاجه يعني. مش عايزين نشتروا من عندك حاجه، احنا حرين. مش عايزين تشتروا من عندي. يلا، عندي لعبه النشان بالاسهم، وعندي لعبه نجار، وعندي لعبه مطافي. يلا يا استاذ فرح بنتك وجيب لها لعبه لو نجحت. يلا يا استاذ فرح ابنك وجيب له لعبه لو نجح. سلمى يا سلمى، انا عايزه لعبه يا سلمى. سلمى مين؟ انا اسفه يا ماما اتلخبطت. انا ماما يا بنت. انا اسفه يا ماما. اللي انت عايزاه يا غزل، اختاري اللي انت عايزاه. ازيك؟ الحمد لله. اسمي غزل؟ اسمي غزل. ماشي يا غزل. الله يا ماما. انا عندي لعبه النشام بالاسهم جميله قوي، بصي حتى فيها 3 بطاط. الله، حلوه دي يا ماما. حلوه قوي يا غزل. ايوه، نسبه ان السيف كمان طلع. عندي لعبه الجردل. الله، جردل البحر. ماما انا عايزه جردل البحر يا ماما. ماشي يا غزل، اللي انت عايزاه يا حبيبتي. ماشي. وعندي لعبه المطافي، وعندي لعبه النجار. لا، انا اختار جردل البحر والنشام. النشام؟ ماشي، اتفضلي. شكرا. كده مبسوطه يا غزل؟ ايوه يا ماما، ده بقى احمر كمان يا ماما، وانا بحب اللون الاحمر. ماشي يا غزل، اللي انت عايزاه يا حبيبه قلبي. كده حسابك كام؟ كده يا طنط 50 و50 100. ماشي يا حبيبتي. ماشي، اتفضلي يا حبيبتي. شكرا يا طنط، ربنا يخليك. ايوه يا ماما، مبسوطه قوي يا ماما. وانا بحبك قوي يا غزل، ربنا يخليكي يا حبيبتي. شكرا يا ماما. اللي انت عايزاه يا حبيبتي. شكرا. شكرا يا حبيبتي. عفوا على ايه؟ يلا، عندي لعبة النشان بالأسهم، وعندي لعبة الجردل بتاعة البحر، وعندي كمان لعبة مطافي، وعندي لعبة النجار. يلا، عندي لعبة مطافي. ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. هو ينفع بس ابيع جنبك؟ انا مش لاقية مكان ابيع فيه، وكل ما اجي اروح مكان ابيع فيه الناس يفضلوا يزعقولي ويقولوا لي كلام وحش ويقولوا لي امشي من هنا. طب ينفع اسالك سؤال؟ اتفضلي. هو انت شغاله ايه؟ انا ببيع فران وشوش وتعابين وكده يعني. طب اقول لك على حاجه، ما الطبيعي الناس مش هيشتروا منك. ليه؟ عشان انت بتبيعي وشوش وحشه قوي، الوشوش دي تخوف الناس، والطبيعي الناس مش هيشتروا منك، والاطفال كمان هيخافوا من الوشوش دي. بتبيعي فران وتعابين. بصي، انت لو عايزه تبيعي كويس مثلا جيبي لعبه دكتور، جيبي لعبه مكياج، جيبي الالعاب الحلوه دي، لعبه مطبخ. طب لما ابيع دولت بقى بجيب اللعبه اللي انت قلتي لي عليها. تمام. شكرا، انا حبيتك قوي، انت طيبه. وكمان انت عارفه انا ببيع حاجتي غير حاجاتك خالص. لا عادي، مش مهم، رزقي ورزقك على الله. شكرا. عفوا، اتفضلي. انت عارفه انت من النهارده اختي الكبيره. وانت اختي الصغيره. شكرا. هو الكرسي ده بتاع مين؟ ده بتاعي انا. طب ينفع بس معلش تحطهولي هنا ابيع؟ تمام. اتفضل. شكرا. عفوا. يلا تعابين، عندي تعابين. لو عايزه تعبان يا مدام، وقراصي جوزك بالليل يا مدام. يلا، عندي وشوش. يلا، عندي وشوش، وعندي فران حلو قوي. يلا يا مدام، لو عايزه تخوفي بناتك او اولادك هاتيلهم الفار وخوفي بيه يا مدام. يلا تعبين وفران. تاخدي تعبان يا حبيبتي؟ ابعدي بعيد عني يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ ايه ده؟ ابعدي بعيد عني، انا خايفه يا حبيبتي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ابعدي بعيد عني. في ايه يا عمو؟ ببيع تعابين وشوش وفران. الاطفال يخافوا منك كده يا حبيبتي. انا خايفه يا ماما. بص يا عم، انا عايزه اقول لك على حاجه، لو مراتك مضايقاك خد التعبان دوت وخليه يقرصها وجيب واحدة تانية عادي، ما بقاش حاجة يعني. انت يا بت ابعدي عننا يا بت. طب بص يا حبيبي، خد الفار دوت، لو عيالك ما بيسمعوش الكلام خوفهم بيه على طول وهم يسمعوا كلامك. يلا بينا، يلا بينا، يلا يا بابا. انت يا بت ابعدي عننا. ابعدي بقى، اتفضلي. برود، ازيك يا امنية؟ ازيك يا ام محمد؟ مين البت اللي بتبيع جنبك دي؟ معلش يا محمد، هي غلبانه والناس كلهم بيضايقوها، قالت لي انا عايزه ابيع جنبك. تعرف على فكره هي هتغير حاجتها، بس تخلصهم. ده عيالي خافوا منها قوي. معلش انا اسفه. قولي لها خليها تغير البضاعه. أيوة اللي هي بتبيعها دي. تبيعهم كلهم بعد كده تجيب غيرهم. خلاص ماشي يا يعني هتجيب لعبه الدكتور والحاجات دي.
معلش يا روز، معلش يا هند، كل واحد يلا يختار لعبة. معلش انا اسف. ماشي يا امين. انا هختار لعبة المطاط. وانت كمان يا هند. وعندي لعبة النجار جميلة قوي، وعندي النشام بالاسهم كمان. اختاروا ايه يلا؟ انا اختار لعبة النجار. وانا لعبة المطاط يا بابا. ما في واحدة تحت اهي؟ ماشي. اتفضلي. شكرا. وانت عايزة ايه؟ لعبة المطاط يا امي. اتفضلي. كم كده يا امي؟ ما تنفعني يا عمي، ما تخبص، ما بيعملوش حاجة. كده 50. بتسمعي الكلام بقى في ايه؟ كده 50 و50 100. اتفضلي يا امنيه. شكرا. مين حبيب بابا؟ انا. مين روح بابا؟ انا. مين عقل بابا؟ انا. مبسوطين يا حبايبي؟ ايوه يا بابا. ربنا يخليك. يا مكه يا مكه. ايه الواد عندنا يا بابا؟ يا مكه. تعالى 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 تعالى. يلا بينا. يا بابا. يا مكه. وانا عملت لكم حاجه. ايه اللي بتعملي ده يا مكه؟ عايزه ايه يا امنيه؟ عمو ده اشتكالي منك، قال لي خليها تبيع حاجات تانية. يا مكة روحي المكتبة واشتري لعبة الدكتور من كده، انا قلت لك عليهم. مالكيش دعوة، خليكي في نفسه، كل واحد يخليك نفسه يا حبيبتي. عمو اشتكالي منك عشان خوفت عياله. بقولك ايه يا امنية، من الاخر كده اهو انت مضايقاني، خدي حاجتك دي وامشي من هنا. انا اللي امشي؟ انا اللي مقعداكي هنا. بصي بقى انت اللي هتمشي. انا عايزة اقولك حاجة يا امنية. قولي. انت بتقولي لي انا اللي همشي؟ ايوه. اصل انت ما تعرفيش امي مين وابويا مين واختي مين واصحابي مين وخالتي مين، ما تعرفهمش، عشان لو جبتهم لك يا امنيه مش هتعرفي ايه اللي هيحصل لك اصلا. انا اللي مقعداكي على فكره. يلا تعبين وفران، عندي تعبين وفران. يلا تعبين وفران. يلا عندي لعبه النهارده. ازيك يا امنيه؟ ازيك يا مها؟ ازيك يا امنيه؟ ازيك يا صالح؟ احنا عايزين نشتروا جردلين بحر عشان احنا رايحين بكره البحر. ايوه يا امنيه. بجد؟ ماشي. عندي لون احمر وعندي لون ازرق. انا هاخد الازرق وانتي احمر. طيب. ماشي. على مهلك يا امنيه. ازيكم، ما تيجوا تشتروا من عندي تعابين وفران وفران. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالكيش دعوه بينا. في ايه؟ انا بقول لكم تعالوا اشتروا من عندي، ما بقاش حاجه يعني. مش عايزين نشتروا من عندك حاجه، احنا حرين. مش عايزين تشتروا من عندي؟ بس ما حرمتيش من المره اللي فاتت يا مها. مالكيش دعوه بقى. ايه ده؟ وانت تعرفيها؟ ما حرمتيش. مالكيش دعوه بقى يا مكة. انتوا عارفين اختي سوكا؟ والله العظيم لا قايله لها عليك. وانت تعرفها يا صالح؟ ماشي. ايوه يعرفني. في حاجه؟ طب خلاص يا مكة امشي يا مكة. تعرفها؟ ايه اللي جاب البت الوحشه دي تبيع هنا جنبي؟ وحشه؟ البت دي اهلها مش كويسين. ايوه يا امنيه. ايوه بجد يا امنيه. تعرفي قبل كده اختها ضربت اختي مها؟ انا معرفش. مشاها من هنا احسن لك يا امنيه. لا انا ماليش دعوه، هي في حالها وانا في حالي. يا امنيه اختها وحشه قوي وشكلها وحش قوي. انا ما كنتش اعرف بقى يا مها. ماشي يا امنيه. كده كده كام؟ كده 100 جنيه. الف شكر يا امنيه. عفوا علي. اتفضلي. شكرا. يلا يا مها. باي باي. مع السلامه. ما تيجوا تنفعوني واشتروا من عندي براحتك. وانتي طبعا كل شويه تبيعي وانا ما ببيعش حاجه وماشيه معاكي زي الحلاوه، وكل شويه البضاعه تخلص وتروحي تجيبي البضاعه، البضاعه تخلص وتروحي تجيبي بضاعه، وانا قاعده زي قلتها كده ما ببيعش حاجه. اللي مضايقك؟ انا ببيع. الناس بيحبوني عشان ببيع حاجات حلوه. ما انا قلت لك وانت ما سمعتيش كلامي. ماشي يا امنيه. ماشي. اعملي اللي انت عايزاه. يلا عندي لعبه النجار وعندي لعبه المطافي وعندي لعبه نشام بالاسهم. ايه يا ست وانا؟ ست وانا انا. ايه يا ست وانا؟ الله. ست وانا انا. قلبي بعدين تحطوا يا زوكا وسايباني يا زوكا. في ايه يا مكة؟ انا بتمرمط وبتعزع. تتمرمطي ازاي يعني يا مكة؟ ما انت قاعدة قدامي اهو. بصي، في بنت بتبيع جنبي. كل شوية تبيع وتخلص بضاعة وتروح تجيب بضاعة، وانا قاعدة زي قلتها ما ببيعش حاجة يا زوكا. عايزاني اعمل لك ايه يعني يا مكة؟ انا عايزاكي تمشيها لي يا زوكا. بس كده يا مكة؟ بص يا مكة، انا على
اللي كلمتك فيه بقى. ماشي يا زوبي. ينفع كده مسمار؟ ما ينفعش، انا عامله لك كفته النهارده. ليه؟ عامله لك كفته. انت شكلك جعان يا مسمار، انت جعان. على الله حكايتنا. ماشي ماشي. ينفع كده يا كيمو؟ ده انا بنت عمك حتى. انا عامله لك عصير برتقال على راي الاغنيه اللي احنا لسه مغنيينها. ماشي يا كيمو. ينفع كده يا هاني؟ لا ما ينفعش يا مكة. يا هاني. نعم يا سوكا. مش هتيجي معانا يا هاني؟ لا هاجي معاكي طبعا يا سوكا. يلا يلا بينا. يلا بينا على الله حكايتك. يلا يلا. عندي لعبة النجار، وعندي لعبة المطافي، وعندي لعبة النشاط الأسهم. هي دي يا مكة؟ ايوه هي. انت اللي مزعلة اختي؟ لا بعدين انا بكلمك. قوم اقفي وانت بتكلميني. انت اللي مزعلة اختي. انا مش دعوه باختك، بعملهاش حاجه. وبعدين هي في حالها وانا في حالي. ما بتعمليش حاجه. امال مين اللي قال امشي من هنا؟ تمشي مين؟ انت عارفه انا ممكن اعمل فيك ايه؟ انا ممكن اجيب توقع افتح لك دماغي. وانا هعمل لك كفته. وانا مكه دي بنت عمي هعمل لك عصير برتقال. وانا هاني. بس يا هاني ما تكملش. حاضر يا مكه. انت عارفه هاني دوت هيقعد عليكي بطاطك، هيخليكي سوى البلاط وتبقي هاني. وبعد 5 دقايق بس لو ما شلتيش حاجتك ومشيتي من هنا هزعلك. اختاري لك حاجة من الأربعة بقى. لا أنا همشي. أنا قدامي 5 دقايق. طب خدي بعدك وامشي كده من غير شعشعرة. أنا هاخد حاجتي وهمشي. ايوه انت كده جدع. انت هاني. هاني 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 هاني. مالك يا حبيبتي؟ بس بتعيطي ليه كده؟ مالك يا حبيبتي؟ انا كنت ببيع اللعب بتاعتي في حته. الزباين كلهم كانوا عارفيني وبيرادوني، وانا كنت مبسوطه وببيع. جت واحده عملت نفسها ان هي غلبانه وقالت لي انا زي اختك والنبي خليني ابيع جنبك، الناس بيضايقوني. خليتها ابيع جنبي. بعد كده بقيت تخوف الناس عشان هي معانا تعابين وحاجات بخوف الناس بيها. فقلت لها امشي. اول ما قلت لها كده راحت جمعت صحابها، وصحابها مشوني من المكان اللي انا فيه. طب بس طب يعني مفيش. انا دلوقتي مفيش حد يشتري مني، مفيش حد عارفني. طب انا عايزه اقول لك على حاجه، فين ماما وبابا؟ انا بابا سايب ماما، وماما تخينه ما بتقدرش تطلع من البيت، وانا اللي بصرف عليها وبصرف على نفسي. طب خلاص بس ما تعيطيش. طب انا عايزه اقول لك على حاجه بقى، ان اصحابك دول جم يضروكي نفعوكي. ليه؟ طب انا عايز اسالك سؤال، انت بتكسبي كام في شغلانتك دي؟ 50 جنيه. 50 جنيه؟ ايوه. طيب بصي، انا كان عندي مكتبه كبيره جدا وحلوه قوي قوي قوي، وكانت شغاله كويس جدا. ايوه. بس للاسف انا جات لي وظيفه في بنك، فما ينفعش اقعد في المكتبه، ما عنديش وقت. ايوه ماشي. فانا هخليكي تقعد افتح لك المكتبه وتقعدي فيها، وهديكي كل يوم 100 جنيه بجد يا طب؟ ايوه. ايه رايك؟ هتديني 100 جنيه؟ ايوه 100 جنيه يا طب؟ ايوه 100 جنيه في اليوم؟ في اليوم 100 جنيه؟ اه بجد يا طب. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ربنا يخليك يا طنط يا رب. المهم بس ما تشوفكيش تعيطي. لا انا مش هعيط، انت بجد طيبه شبه ماما والله. ربنا يخليك. انا مش عارفه اشكرك ازاي. تعالي بقى معايا يلا عشان اوريكي المكتبه وتبداي شغل لو عايزه من دلوقتي. يلا. ايوه انا عايزه من دلوقتي. طب يلا بينا. تعالي تعالي بقى اوريكي بقى المكتبه بتاعتي. بصي ايه رايك بقى؟ ايه ده يا طنط؟ دي كبيره قوي، في حاجات كتير. بصي الكراتين دي كلها مليانه العاب، وكمان هتلاقي عندك مكنه غزل البنات ومكنه الفشار وحاجات كتير قوي جوه. وعندك رياضه البحر كمان. كل حاجه هتلاقيها عندك هنا. وعندك جيتار وعندك كور. ما انت بصي بقى هقول لك على حاجه،
بكره ان شاء الله بعد ما اخلص شغل البنك بتاعي هاجي اسوي معاكي واقول لك الحاجه بتتسوي ازاي وافرش لك كل الحته دي. بجد يا طن؟ بجد. ربنا يخليك يا رب. بصي انا هسيب معاكي المفتاح. بصي انا مش اي حد بثق فيه، بس انا بعد ما دخلت بيتكم وشفت مامتك حبيتها قوي وكمان حبيتك وهعتبرك زي اختي الصغيره. ربنا يخليك يا طنط. وبعد كده مش هقول لك طنط تاني، انا هقول لك يا ماما. يا حبيبتي ربنا يخليكي، بس انا زي اختك الكبيره مش زي ماما، ماما واحده بس. ماشي ماشي يا طنط. المفتاح اهو. ماشي يا طنط. شكرا. اعتبري بقى شغلك واعملي اللي انت عايزاه، افتحي اللعب بقى وشوفي انت هترصي شغلك ازاي. ايه رايك؟ ماشي يا طنط. ربنا يخليكي. ماشي يا رب. حبيبتي انا بشكرك بجد والله. ماشي يلا بينا. ماشي. هتبداي من بكره الصبح ان شاء الله. تمام. ماشي يلا بينا حبيبتي.